حضرتك خدمة، معلش لو طبعا هطول اتفضلي عليكي. اتفضلي يا حبيبتي. إيه، أنا عندي كانسر. ألف سلامة عليك يا حبيبتي. ألف الله يسلمك. إيه، كان في مع حضرتك ضيفة يوم 17 إبريل، أيوة هي كانت بتعمل منتجات طبيعية. أنا تمام. حاولت التواصل معاها على النت بس هي ما ردتش، فأنا فعلا محتاجة المنتجات بتاعتها، لأن أنا ممنوعة من استخدام السبراي أو أي حاجة فيها مواد كيماوية. تمام. وإذا كان عندها أي حاجة، أنا الحمد لله خلصت الكيماوي والكوبالت، بس محتاجة حاجات بقى إيه عشان تنبت الشعر وكده. فأنا عايزة أتواصل معاها، إن كانت هي متابعة مع حضرتك أو حضرتك ليكي بصي تواصل معاها. هقول لك انت إيه؟ عندي على الانستجرام؟ لا، طيب انا أنا عندي واتس بس. عايزاكي تخشي على الانستجرام عندي خلاص، اه، وشوفي في الصور هي مين. انت ارجعي بالتاريخ وشوفي انا من عندها من اسكندريه وبعت لها، بس هي ما انت ردتش عندها. وما قرتش الرساله اصلا. اوكي. لا مش عارفة بقى اوصلك بيها ازاي. طب سيبي رقمك في الكنترول ونحاول اشوف هي اسمها ايه. طيب انا مش فاكره اسمها، هي كانت المنتجات بتاعتها اسمها ميرميد. نرمين. طيب هحاول ان انا اشوف نتواصل معاها ازاي. سيبي رقمك لدعاء في الكنترول بحيث ان ايه نحاول نشوف نوصلك بيها. طيب يا حبيبتي بصي انا بس في حاجة عايزة اقولها لك مهمة جدا. انت حلو قوي ان انت بتحاولي تبعدي عن الحاجات اللي فيها حاجات كيماوية، قصدي الحاجات اللي فيها مواد حافظة، الحاجات اللي فيها اي مواد تقلل مناعة. انا بقى حاجة مهمة جدا لكل الناس اللي عندها مشكلة مناعة، لكل الناس اللي عندها كانسر، الكانسر بيتغذى على السكر، غذاه هو السكر. لو منعتي عنه السكر انت كده قفلتي عنه مية ونور. تمام. تاني حاجة اللحمة الحمراء لو كتير منها برضو بتخلي الجسم في حالة على طول، البيئة حلوة جدا ان الجسم يبقى ايه الكانسر طبعا ينتعش فيه. خلاص يبقى نمنع السكر واللحمه الحمراء، ونبعد طبعا عن الحاجات اللي احنا الاساسيه بقى اللي عارفينها، الحاجات اللي فيها مواد حافظه والكلام الكل اللي بيقول محمرات والحاجات اللي بتاذي اي جسم اصلا. تمام. وناخد فيتامين سي كتير عشان يرفع المناعه، واهم حاجه فوق كل ده بقى، خلاص احنا ظبطنا الجسم بالتغذيه الصح، اهم حاجه فوق كل ده النفسيه. تكوني واثقه انك هتخفي ان شاء الله ونفسيتك حلوه، مش متضايقه، عشان حاله جسمك تبقى دايما في توازن، البي اتش في جسمك يبقى متوازن، ما يبقاش الحمض عالي من الاسترس. مجرد ما الحمض من الاسترس بيعلى بيخلي التوتر والقلق والحزن والكلام ده كله بيخلي الحمض يعلى. تمام. اول ما الحمض يعلى يخلي الجسم في بيئه تساعد جدا على انتشار اي حاجه بقى. فاحنا لازم على طول نبقى هادين ومبسوطين ودايما نستغفر ربنا ودايما نذكر ربنا، بتخلي الجسم في حاله حلوه جدا، خلاص حاله مستريحه، وغذائنا يبقى مظبوط تمام جدا كده، يبقى احنا مفيش حاجه هتكسرنا ان شاء الله. خلاص اعملوا بس ده ان شاء الله، تدعوا لي.